إسراء طبعا وضعها جدا عماله بتأخر، كل مرة إحنا بنتأخر عليها بالعلاج. أكيد هذا الإشي مش لصالحها. إسراء بحاجة لعدة عمليات جراحية حيوية، بحاجة لعلاج، بحاجة لعمليات تجميلية. إسراء عندها العظم مكشوف أثر البتر اللي حصل في أصابعها. إسراء بتتنفس منذ 6 سنوات عن طريق الفم، بحاجة لعمليات بالأنف. إسراء لما بتاكل الأكل بيسقط من تمها بسبب الشفة السفلى، لأنها يعني شبه مش موجودة. إسراء بحاجة لعلاجات للتقيح اللي موجود في جسمها، بحاجة لعلاج في العيون، لأنه بسبب النار اللي كانت موجودة لما اعتدوا عليها يعني تأثر عندها النظر، تأثر عندها السمع. إسراء بدها وقفة مننا، من كل إنسان شريف، يعني من كل إنسان بيعرف الله وبيخافه، يعني إنه نحاول نعمل إشي لإسراء.